كابتن شاذلي عايز اسالك، كابتن عبد الله السعيد بيواصل الابداع وبيصنع هدف ولا اروع لشلبي اللي حطها في بطن رجله، وجول ولا اروع. شفت الجول بأمانة ازاي؟ عبد الله السعيد مكسب كبير لنادي الزمالك، بس للأسف اتأخر شوية. يعني احنا كنا نتمنى عبد الله من سنتين ثلاثة موجود معانا، كان هيفرق معانا جدا. واحنا بنشوف عبد الله لأن احنا مفتقدين حد بمهارة عبد الله السعيد في الأندية حتى كلها.